ايوه السلام مدام سناء. وعليكم السلام. يا اهلا يا اهلا يا فندم. اتفضل. يا ريت يكون الاستاذ مسعود اعصابه هدت شويه عن المره اللي فاتت. امال فين الاستاذ اللي خد فرصه عمري وضيع مستقبلي؟ ما جاش مع حضرتك ليه؟ هو في الحقيقه انا قلت اجي لوحدي المره دي لحد ان شاء الله ما النفوس تهدى. النفوس تهدى؟ تهدى ازاي مدام بعد كل اللي حصل؟ وبعدين بقى يا مسعود ما تخلي قلبك ابيض امال، ده مجية سناء هانم لحد هنا تساوي الدنيا كلها. ربنا يخليكي ليا يا مدام يسرية. هو في الحقيقة الأستاذ مسعود من حقه إنه يزعل، بس أنت عارف لو فكرت شوية هتلاقي نفسك بتقف جنب واحد إنسان عايز يتوب، وأنت كمان يا سيدي تكسب شقة بفرشة. أقف جنب إنسان عايز يتوب؟ هو في الحقيقة أنت أول خطوة في طريق طويل ما شاء إن شاء الله ناوي يمشي فيه. الطريق ده فيجي 30 خطوة من الحجم الفلوسكابي. حجم فلوسكابي؟ ليه؟ طريق من ورق الامتحانات؟ مشائي كان كتب كل أخطائه في كشكول من زمان، وأنا وهو اتفقنا مع بعض إن إحنا نصلح الكشكول ده صفحة صفحة، وإنت كنت أول صفحة. أستاذ مسعود، لو إنت فعلاً وافقت إنك تاخد الشقة وتسامح مشائي تبقى عملت عمل كبير قوي، لان بكده يبقى ان شاء الله ربنا هيرضى عني ويقدر يكمل بقيه مشوار التوبه. على العموم يا هانم اديني فرصه افكر. مش ممكن مسعود، انا طلبت من السكرتيره انها ما تقولكش عشان اعملها لك مفاجاه. على الله تكون مفاجاه كويسه. طمن يا مشايبي، انا بحاول انسى على قد ما اقدر انك غشيتني وسرقت اجوبتي. وانا بقى حصلناك كتير لحد ما تنسى. لا خلاص اطمن، انا سمعتك. انت سناء قالت لك على حكايه الكشكول؟ يمكن لو ما كانتش قالت لي ما كنتش سامحتك بالسرعه دي. كل ده وبالسرعه دي؟ امال يعني كنت عايز نعمل ايه؟ اشكرك انك غشيتني وسرقتني. خلاص خلاص هيتا، انت هتتعصب تاني ليه؟ خلاص اوكي، انا هديت، وعشان اثبت لك كده انا قبلت الشقه والعفش كعربون صداقة ومحبة. متشكر يا سيدي، ده كرم حاتمي منك. ودلوقتي عن إذنك عشان ورايا شغل. إيه ده؟ استنى مسعود، أنت كمان جبت كشكول؟ طبعا. طب تعالى معايا بقى. خسارة يا مدام خسارة، الدكتور أورليش سافر أمريكا ومحدش عارف هيرجع على ألمانيا إمتى تاني. معلش يا دكتور، الحمد لله كل شيء اسمه نصيب. كان عندي امل كبير تعملي العمليه وترجعي لنا حامل في اول بيبي. يا ريت. يعني ايه العمليه كانت هي الامل الوحيد؟ انا عايز اقول انها كانت فرصه كبيره، بس للاسف جاتني في وقت مش مناسب. محدش بيختار الوقت المناسب اللي يستقبل فيه فرصه عمر. بس حياتنا شيء عندي يا دكتور اهم بكتير من اي فرصه ممكن تجيني في وقت زي ده. وهو عمل العمليه واطمنا عليه، عايزين بقى نطمن عليك انت كمان. تقصد ايه دكتور؟ انا عارف ان امكانياتكم تسمح لكم انكم تعملوا العمليه بتاعتكم في امريكا. الحقيقه يا دكتور الموضوع مش موضوع فلوس بس. امال ايه كمان؟ الحقيقه انا مشغوله دلوقتي مع ابن شايف مشكله كبيره قوي. ايه قلبه تعب تاني؟ لا هو الحمد لله كويس، بس الحقيقه هو محتاجني اني اكون جنبه اكتر من الاول. يا مدام الوقت بيمر وده مش لصالحك. دكتور مش كنت حضرتك قلت لي مره قبل كده إن في دواء جديد نازل في الأسواق؟ هنرجع تاني للحلول البعيدة والبطيئة. هنعمل إيه يا دكتور؟ أحسن من مفيش خالص، لحد إن شاء الله ما الظروف تتحسن. حباية لمدة شهر لغاية لما أشوفك. مع السلامة. استاذ منصور زيزي. هاي. اتفضلوا اتفضلوا. الاستاذ منصور يا زيزي من كتر ما كلمته عنك صمم يشوفك بنفسه. فعلا؟ ميرسي قوي يا اونكل. ها ما قلتليش شفت لي ايه بقى في التلفزيون عجبك قوي كده؟ علشان كده كنت هتتجنن وتشوفني على الحقيقه. أنا فعلا كنت هتجنن عشان ما شفتكيش قبل كده خالص، مع إني مزروع قدام التلفزيون ليل ونهار.
استاذ منصور، انا قلت لك ان زيزي نجمه سينما مش تلفزيون. هي السينما ما بتجيش في التلفزيون. عموما ملحوقه، ادينا هنعمل الفيلم واكيد حضرتك هتشوفني في الافتتاح بتاعه. لا انا مش هعمل الفيلم قبل ما اتاكد انك بتمثلي كويس. سمير. زيزي وقف ايه، لان لو استاذ منصور ما وافقش مش هننتج الفيلم. طيب اعمل ايه علشان ااكد لحضرتك اني انا بمثل كويس جدا جدا؟ اتفضلي خدي الفيلم العبيط بتاعك ده ودوري لك على مشهد ومثليه قدامي. من فضلك يا اونكل ما تقولش على الفيلم بتاعي عبيط. ما تزعليش، لو لقيت انك بتعرفي تمثليه هدور لك على فيلم تاني. شفت اهي، مش لاقيه ولا مشهد عليه القيمه. لا انا بس بدور على مشهد يكون فيه سسبنس سخن شويه. ما تتعبيش نفسك، ما فيش ابرد من الفيلم ده. اهو مشهد انتحار البطله في اخر الفيلم. كويس جبنا من الاخر. زيزي انا هقول كلام البطل معاك. انت تسكت خالص. حاضر، انا اللي هقول كلام البطل. خلاص يا وائل خلاص، الحياة ما عدلهاش أي قيمة من غيرك. بتقولي إيه يا أختي؟ إيه ده؟ البطل مش بيقول كده. سيبك من البطل، خليكي في البطلة. وائل أنا لازم أثبت للعالم كله إن أنا مش هقدر أعيش من غيرك، عشان كده هنتحر. كفاية كفاية. ها عجبتك يا أونكل صح؟ بقول لك إيه؟ أنت تعرفي تطبخي؟ اهلا 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 يا كامل. اهلا يا مشايبي. اتفضل ارتاح. الحمد لله ان اخيرا سعادتك وفقت تقابلني. سمير قال لي انك انت دربتها في دماغك وحسبتها ووافقت على العرض بتاعي. وانا مفيش قدامي حل تاني. ما انا قلت لك يا كامل، قلت لك هتلف تلف وهتجيني في الاخر. عندك حق، او زي ما بيقولوا قضى اخف من قضى. احنا عشت عمر يا كيمو، واللي في جيبي في جيبك. قصدك تقول اللي في جيبي انا في جيبك انت. حلاوتك يا كيمو. ما تفرقش كتير، ربنا يديني الموده. اهم حاجه يا مشائب ايه؟ الموده. انا هبعتك لكريم تقعدوا مع المحامي عشان يخلص اجراءات نقل الصفقه لحساب شركتنا. امرك يا مشايبي. طيب الفلوس اللي انا خدتها من الناس؟ ما انا قلت لك هدفعها لك بالتقسيط الممل بعد ما بيع البضاعه. ارجوك ارجوك يا مشايبي، انا مش عايز اتفضح في السوق، وبعدين موضوع زي دوت ممكن يدخلني السجن. وبعدين بقى ما تجمد قلبك يا كيمو، زي ما جمدت قلبك وسبتني ورحت اشتغلت لحسابك وخدت صفقات لحسابك. مدام سناء، مدام سناء. نعم. كنت عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم. معقولة؟ انت عندك مواضيع مهمة؟ ليه كده يا مدام؟ ليه حضرتك دايما مستعطرة بيا؟ هو انا مش بني ادمة وعندي مخ؟ لا عندك حق. اتفضلي يا حسنية، في ايه؟ مدام نادية جارتنا اتصلت بيكي وعايزاكي تروحي تشربي معاها القهوة. انا بقى ما عنديش مانع اروح معاك وافتح لكم الفنجال واقرا لكم كوتشينه وحاجات كده. يعني تفتحي لنا الفنجال ما هو انا يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. روحي اعتذري لمدام نادية وقولي لها بروح لها بعدين لان انا مش فاضيه النهارده، وبطلي بقى التفكير في موضوع الكوتشينه والفنجال ده، سامعه؟ حاضر حاضر. حضرتك مش عارفه مصلحتك فين. الو. يا مشائي الحمد لله كويس. انت ليه ما جيتش لحد دلوقتي؟ لا لا مش مساله عشاء. طيب خلاص هستناك. طب والشغل ده هتتاخر فيه يعني قوي؟ طيب لا مفيش حاجه، اصل كنت عايزه افتح صفحه جديده من الكشكول. كشكول حبيبتي؟ الكشكول موجود مش هيطير. وبعدين يا سناء يا حبيبة قلبي بقول لك عندي طوارئ في الشركة، يعني احتمال اتأخر كده ساعتين ثلاثة. ماشي يا روحي،
يا الله، مع السلامة. مشاقي بيه، هو في حاجة؟ حاجة زي ايه؟ أصل حضرتك قاعد لغاية دلوقتي ومش متعود يعني تتأخر بدون سبب. هو احنا ما عندناش مقابلات تانية؟ لا مفيش. طب ما تدوري كده في الأجندة بتاعتك، يمكن تكون مقابلة واقعة منك ولا حاجة. صدقني يا فندم مفيش. طيب هاتي لي الفاكسات امضيها قبل ما تبعتيها. الفاكسات كلها اتبعت، وبعدين بصراحه بقى انا عايزه اروح عشان اتاخرت قوي على عمر. قولي كده، لا ما تخلي ماما تذاكر له وتاكله وتنيمه بنفسها. ليه يا فندم؟ هو حضرتك هتنام هنا؟ لا لا، انا نازل دلوقتي حالا. وسايبني هنا؟ انا عايزك بس تقعدي ساعتين ثلاثه مش اكتر، لحد ما سناء تروح في سابع نوم. مش عيبي، انا مش فاهمه حاجه. انا فاهمك حبيبتي، انا اصلي عندي مشوار مهم جدا، مش عايز ارجع البيت الا لما تكون سناء نامت تماما. وطبعا هي اكيد هتتصل بيك، فانا عايزك تقولي لها ان انا في اجتماع مغلق ورافض تحويلك لاي تليفون. طب ولو كلمتك على الموبايل؟ بسيطه، ادي الموبايل يا ست قفلته. بس يا مشاقي بيه، ما لا لا، انا بشكرك جدا لوقوفك جنبي في الموقف ده. مشاقي بيه؟ لا اهلا، ازيك يا مسعود؟ اتفضل يا مشاقي بيه، اتفضل. بلاش مشاقي بيه دي يا مسعود، انا عايزك تقول لي يا مشاقي حاف زي زمان ايام الكليه. للاسف لساني مش متواعد لغايه دلوقتي. هيطوعك ان شاء الله لما نرجع اصحاب زي زمان. يبقى فكرني اركب لك تليفون عشان نعرف نتكلم مع بعض. لا بعد اذنك، التليفون هركبه بفلوس انا، وبعدين البيت بيتك. تشكر تشكر يا مسعود، خد دي كرنيهات النادي ليك وللولاد. ايوه بس انا ما دفعتش اشتراك النادي المتاخر. انا دفعتهم بدالك. وغرامات التاخير. غرامات التاخير ايه؟ يا مسعود انت ناس انا مين؟ لا طبعا مش ناسي سعادتك مين؟ انا عارف ان انت عضو مجلس اداره النادي. مش اي عضو، مش اي عضو يا مسعود، انا عضو فعال. بكره ان شاء الله لما رجلك تيجي في النادي هتعرف ان انا صاحب افضال على النادي من اوله لاخره. بس الحقيقه مشاعي بيه، انا مش هقدر ادفع لسعادتك دلوقتي فلوس الكرنيهات دي. مسعود انت بتسمي دي فلوس يا راجل؟ بالنسبه لي انا على الاقل فلوس. مسعود انت قبلت مني الشقه والعفش، اعتبر الكرنيهات دي فوق البيع يا سيدي. يا سلام، سعادتك جايبهم للغايه عندي. ايوه مسعود، عشان اثبت لك ان احنا بقينا اصحاب زي زمان واكتر كمان. يلا تصبح على خير. طب مش سعادتك تشرب حاجه الاول؟ لا هنشرب في النادي ان شاء الله كتير لما رجلك تيجي في النادي، هنتقابل هناك. يلا سلام. مع الف سلام على الاولاد كتير. الله يسلمك يا مشاعي. يلا باي باي. مع الف سلام. والله الراجل ده فيه الخير، مش عارف يعمل ايه ولا ايه عشان يخليك تنسى الغلطه اللي غلطها في حقك زمان. لا يا يسري، موضوع الكرنيهات ده وراه حكايه تانية خالص، بس انا لازم اعرفها. مشاقي، مشاقي. ايوه يا حبيبتي. معقول يا مشاقي انت نايم هنا على السرير وسايبني انا نايمه على الكنبه مستنياك؟ انت ما كنتيش نايمه يا حبيبتي، ده انت كنت قاعده. يعني قاعده ونايمه ومستنياك وما صعبتش عليك؟ لا طبعا صعبت عليا، بس انا ما كنتش عايزه اصحيك يعني. والله طب واديني صحيت، يلا بقى اتفضل قوم عشان ننفذ اللي اتفقنا عليه. اتفقنا عليه؟ اتفقنا عليه؟ الصفحة التانية في الكشكول. معقولة يا سناء؟ معقولة نقرا دلوقتي واحنا الاثنين نايمين على روحنا؟ استنى هنا، رايح فين؟ ما انت ان شاء الله الصبح بدري هتروح الشغل وترجع لي متأخر آخر الليل تبقى نايم على روحك انت كمان. أوعدك أوعدك بكرة الصبح ان شاء الله هجيلك بدري، ها؟
ونقرا الصفحة التانية من الكشكول. مشائي ما تحاولش. مشائي عشان خاطري ما تخلينيش احس انك هربت من قراءة الصفحة التانية في الكشكول. وبعدين ماشي امر الله. اتفضل افتحي. ايه ده؟ الصفحة التانية بعد ما تعينت في الكلية. ايوه مظبوط. انا في الاول كنت فرحان باللقب، المعيد رايح المعيد جاي، لكن بعد شوية كده حسيت ان انا متكتف والفلوس اللي كانت رايحة اكتر من اللي جاية، عشان كده سناء ما كنت سعيد. مشاء اصحى يا فاسه 8 وربع. طول الروح سيبنا. يا يوب ليه؟ هي الكلية في الاجازة النهاردة؟ لا انا اللي في الاجازة. انت مش قلت لي انت عندك محاضرات كل يوم؟ ايوه ست عندي محاضرات بس مش انا اقول ايه. هو انت يا مشاء تلبس وهتزوق؟ ده انت وعيد قد الدنيا. وعيد قد الدنيا؟ وعيد قد الدنيا ب 120 جنيه في الشهر. يا حبيبي مفيش حاجة بتفضل على حالها. بكرة تاخد الماجستير وبعدين الدكتوراه وتبقى أستاذ محترم في الجامعة. يا سلام عليك يا عواطف، ما انتش فهماني. افهميني يا عواطف، أنا بصراحة ما اتخلقتش عشان أكون معيد، أنا عايز أبقى حر كده أسعى الرزق شمال ويمين. بصراحة طول ما أنا في الكلية كده حاسس إن أنا تلميذ. طب وإيه اللي محسسك بكده؟ يعني نفس المكان ونفس الكلام ونفس الوشوش، حتى الدكاترة اللي كانوا بيدرسونا وأنا تلميذ هم نفسهم اللي هيشرفوا على رسالة الماجستير. بصراحة كده هفضل متطولهم طول عمري وخايف منهم لحد ما أموت. مشاري ممكن تقول لي أنت ناوي على إيه؟ كل خير يا حبيبتي. أنا امبارح قريت في برنامج إعلان عن وظيفة خالي في شركة الغزل. أنا هروح أقدم أوراقي وأخليهم يحددوا لي ميعاد المقابلة الشخصية. تاخد سيجارة؟ لا شوف اخي فات ساعتين ولا ما دهلكش اسامينا. انا تعبت وزهقت قوي. لا لا عايزك تصبر، انت شايف العدد كتير اللي اتقدمت. عندك حق، تقولش البلد كلها جاي تشتغل في شركه الغاز. ايوه احنا كده لما نقرا اعلان في الجرايد كلنا بنجري على المكان ده. عندك حق. اطلب لك معايا واحد شاي؟ لا شكرا ما بشربوش. ما بتشربوش؟ لا بتدخن سجاير ولا بتشرب شاي؟ امال بتشرب ايه؟ يعني بحب اشرب لمونادا لما ببقى رايق يعني. لمونادا؟ والله انت بتفكرني بالارسال اللي رايحين يطلبوا ارصاتهم من اهاليهم. ارصاتهم؟ دي جامعة ايه؟ انت كده ممكن تسال جوه. لا والله عظيم انا برحمة قوي بكلمك جد يعني. بجد بجد؟ ما بشوف شيء. انت ناقص بقى تقول لي ان انت ما معكش وصله للمدير. لا 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 انا خير يعرف المدير، اصل هو معاش عمر يعني. ها اصحاب قوي يعني؟ لا زي ما تقول كده يعني. خيري عبد الحفيظ فرحات انقذ مدير الشركه من الغرق لما كانوا بيخدموا مع بعض في الفيوم، وقع بينهم اتوبيس ومحامي قانون. قول كده بقى، يعني خيري اتكلم المدير ووصى عليه؟ لا خيري تعيش انت. انا يعني بس بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لما احكي للمدير الموضوع ده تعاطف معايا وشغلني وهيرد الجميل لخيري. صبحي فتحي عبد الحميد. صبحي فتحي عبد الحميد. ايوه انت حضرتك. طب يلا تعالى اتفضل معاك. يا رب كريم انت شكله غلبان. يا رب يا رب كريم يا رب قسم لي امر. يا رب معيد في كلية التجارة يا أستاذ بشائي. أيوة فندم بقالي مدة. بس لو اشتغلت عندنا لازم تسيب الجامعة. طبعا يا فندم أنا
بحب الحياة العملية وما بحبش الدراسة النظرية. وإيه اللي خلاك تبقى معيد؟ تقدير يا فندم، أنا جايب تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف. التفوق النظري مش هينفعنا في شغلتنا، إحنا محتاجين لخبرة عملية. ولا تكونش جايب لي معاك كارت توصية؟ لا يا فندم، أنا ما بحبش الواسطة. معالي خالي الله يرحمه كان صاحب سعادتك الروح. مين يبقى خالك؟ عبد الحفيظ فرحات يا فندم، كان مع سعادتك في الخدمة في الفيوم. عبد الحفيظ فرحات؟ مش معقول، ده أنقذ حياتي من الغرق. يا هو مات؟ الله يرحمه، بس الحمد لله إن ربنا مد لنا في عمرك عشان أتشرف بمقابلة سعادتك. اعتبر نفسك اتعينت في الشركة خلاص، ده أنا من زمان وأنا بنتهز فرصة عشان أرد جميل الراجل ده عليا. الله يرحمك يا عبد الحفيظ. تعرف إنك شبه ما خالف. وتعينت فعلا؟ بعد 3 أيام كنت مستلم شغل. الخبر؟ طب ومجدي عمل ايه؟ بتقول ايه حضرتك يا استاذ؟ بقول لسعادتك انا جاي بخصوص المقابله الشخصيه مع سياده المدير. وسيادتك ما تعرفش ان امبارح كان اخر يوم في ميعاد المقابلات؟ لا 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 معلش سعادتك، حضرتك ما تعرفش ان المدير امبارح تعب والسكرتير زميل حضرتك بس هو طويل حبه وعريض حبتين، يعني قال لي مش هينفع يقابل حد النهارده. اولا المدير بتاعنا مش تعبان ولا حاجه، بصحته زي البوم، ده حتى خد اولاده وراح يقضي يومين اجازه في اسكندريه. ثانيا وده الاهم، الشركه دي كلها ما فيهاش الا سكرتير واحد، انا بس. غريب، ما مين الطويل العريض اللي قال لي عدى عليا بكره ده؟ والله يعني اسال نفسك بقى يا استاذ. طب يعني ممكن اعرف هيجي انت المدير علشان ابقى اخش له؟ انصحك ما تحاولش، المدير بتاعنا ما بيقابلش حد بصفه وديه، خصوصا المتخلف اللي زيك. نعم؟ قصدي المتخلف في الميعاد. في الميعاد هذا خير، خير ان شاء الله. صباح. يعني ايه اللي اسمه مجدي ده ما حاولش يروح للمدير تاني؟ ما اعرفش، انا كل اللي اعرفه اني ما شفتوش في الشركه تاني ابدا. ممكن يكون حاول بس ما قدرش. ما قدرش ليه؟ من حسن الحظ المدير اتنقل اسكندريه بعدها باسبوع واحد، وحتى لو كان قبله كان المدير مش هيقدر يعمل له حاجه. عارفه ليه بقى؟ عشان كنت انا اتعينت بشكل رسمي. انت بتضحك؟ مبسوط قوي على المصيبه السوداء اللي انت عملتها دي؟ مصيبه سوداء؟ ايه يا سنان، انت واخده الكلام جد كده ليه؟ الكلام ده من زمان. من زمان ولا دلوقتي؟ المهم ان اللي حصل حصل، كدبت ومثلت وغشيت. يا ترى مجدي ده كان في ساعتها محتاج الوظيفه دي قد ايه؟ لعلمك يا سناء بقى، انا لو ما كنتش اشتغلت الشغلانه دي ما كنتش اتجوزت. عارفه الشبكه والمهر؟ انا حوشتهم من المرتب والحوافز بتوع اول سنه. اخس عليك يا مشاي، كل ده كان فلوس حرام. بقول لك ايه، مش قلت لك 100 مره بقى ننسى الالفاظ الكبيره دي؟ كبيره ولا صغيره، للاسف النتيجه واحده. يا حبيبه قلبي، الفلوس دي مش حرام. عارفه ليه؟ اشتغلت، تعبت، عرقت بيهم. ما هو مجدي كمان كان هيشتغل ويتعب ويعرق بيهم، مش كده؟ بقول لك يا حبيبتي، ممكن تسيبيني انام عشان انا تعبان، والصبح ان شاء الله نكمل كلامنا في الموضوع ده. لا يا مشاي، مش هتنام الا ما توعدني ان انا وانت لازم نصلح الغلطه دي. اصلحها ازاي يا سناء؟ يعني انت متخيله انه ما لقاش شغلانه لحد دلوقتي؟ والله ما اعرفش، مش انا خايف عليك، انت عارف حجم الذنب اللي انت عملته ده قد ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ترى الفرصه اللي انت سرقتها دي كان المفروض هتخلي مجدي ده في ايه؟ ودلوقتي ايه اللي حصل معاه؟ خلاص يا حبيبتي دور عليه، لو ما كانش اشتغل لحد دلوقتي انا مستعد اشغله بدالي في شركه الغزل اللي سبتها من كذا سنه. انت بتضحك عليا ولا بتاخدنا لحد عقلي ولا ايه بالظبط؟ طب اقول لك ايه يا سناء، يعني بالعقل كده اقول لك ايه؟ وبعدين انا هدور عليه فين؟
مش هتدور عليه لوحدك، احنا هندور عليه احنا الاثنين سوا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ صبحي مدير الارشيف. مدام سناء. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. والله لما سبت الشركه غيابك قطع فينا، بس عزائنا الوحيد نجاح سيادتك المستمر والمبهر. انا متشكر جدا، طول عمرك راجل طيب يا صبحي، عشان كده احنا قاصدينك في خدمه صغيره. انت هتؤمر يا باشا تحت امر سيادتك. من فضلك احنا عايزين عنوان الاستاذ مجدي البوهي. مجدي البوهي؟ وده كان بيشتغل في الشركه من امتى؟ لا لا، هو ما كانش بيشتغل، هو كان قدم على وظيفه هنا وربنا ما وفقوش يعني. ايوه يا فندم. طب احنا الشركه بتحتفظ بعناوين الموظفين، انما واحد جه ومشي هنحتفظ بعنوانه ليه؟ يا ريت تفتكر معايا كده يا استاذ حسيب. صبحي. يا استاذ صبحي انا اسفه، حضرتك تفتكر معايا واقعه حصلت، هو وهو بيقدم على الوظيفه قال لي ساعتها ان خاله انقذ الاستاذ عبد الحفيظ فرحات من الغرق في الترعه، يعني حاجه زي كده. يا سلام، يعني ايه اللي يخليه يفتكر حاجه زي كده يعني؟ لا انا فاكر حكايه الترعه دي، بس ما خدتش عنوان مجد البوهي اللي انتوا بتقولوا عليه ده. طب الحمد لله. مشاهد. انا قصدي اقول يعني احنا متشكرين جدا يا استاذ صبحي، ويعني انا اسف ان احنا نكون شغلناك يعني ولا حاجه. طب استاذ صبحي معلش، ما فيش اي فرع تاني في الشركه ممكن نلاقي العنوان ده؟ هو ممكن ندور، بس الامل هيبقى ضعيف قوي. طيب اتفضل. انا متشكر جدا يا صبحي، وانا اسف جدا لازعاجك والله. بالعكس يا فندم، ده احنا كنا عايزين نعمل مع سيادتك اي واجب. طب اقعد اشرب حاجه ولا نجيب غدا؟ لا متشكر جدا، خليها مره تانية ان شاء الله. شكرا، شكرا يا صبحي. مع الف سلامه. السلام عليكم. الجاي عايز خدمة قال، ده احنا ما صدقنا انه غار من الشركة. خلي اتأخرت كده ليه؟ انا لو اعرف انك هتشرفني دلوقتي ما كنتش اتأخرت. خلي يبقى قول لي انك جاي عشان ابقى في شرف استقبالك. انت ناسي نفسك ولا ايه؟ عايزني استأذنك قبل ما اجيلك؟ لا لا العفو يا خالي، بس يعني عشان ما تستناش اكتر. السكرتيره بتاعتك قامت بالواجب وجابت لي الشاي. طيب ممكن اعرف بقى سر الزياره الجميله دي؟ انا جاي بخصوص سمير الدمنهوري. ايه؟ معرفش يسد معاك في مشروع دار الايتام؟ اهو بنعرج انا وهو. انا جاي اقول لك حاجه واحده، رجع له فلوسه اللي طلبها منك. بتقول يا خالي انت عارف الفلوس دي عاوزها يعمل بيها ايه؟ ايوه، هيعمل بيها انتاج فيلم سينمائي. طيب خليه يجيب لك الفيلم ده عشان تقرا بنفسك. قريته، مفيش اعبط منه. طيب مفيش اعبط منه وعايزه ينتجه برضه؟ هخليه يدور على فيلم احسن منه. يا خالي زيزي هي اللي بتدور، باختصار كده عايزه تضحك عليه وتاخد كل فلوسه. أنا قعدت معاهم هما الاتنين واقتنعت إن هو بيحب زيزي دي، وفاكر إنه هي كمان ممكن تحبه. يعني اتأكدت من ده كله يا خالي، وجاي دلوقتي تقول اديله الفلوس اللي هيضيعها على الفيلم؟ الفلوس دي هتكون تمن أول قرار سمير ياخده بنفسه وبدون مساعدة أي حد. يعني يا خالي يضيع مليون جنيه عشان يتعلم ياخد قرار؟ كمان قرار غلط؟ كل ما يغلط هيتعلم الصح. بصراحه خالي انا مش فاهمك النهارده خالص. شغل مخك شويه. سمير عدى ال40 ولغايه دلوقتي ما اتجوزش. عارف ليه؟ عارف يا خالي عشان متردد وخايف يتجوز. لا، عشان ما عندوش الشخصيه اللي ممكن يقنع بيها اي واحده تتجوزه. هو يعني يا خالي ما يتجوزش يعني الا اذا كانت عنده شخصيه؟ ومش هيبقى له شخصية غير لما يعتمد على نفسه وياخد قراراته بنفسه. شوف يا خالي أنا ما عنديش مانع ياخد أي قرار، بس بعيد عن زيزي. ما هو حبه لزيزي هو اللي هيخليه ياخد قرار لأول مرة في حياته ويبعد عن سيطرتك لأول مرة في حياته. طب يا خالي لما يتصدم فيها ويعرف بعد كده إنها ما كانتش عايزة منه حاجة غير فلوسه. صحيح، لغاية دلوقتي زيزي ما بتفكرش غير في الفيلم، لكن جايز جدا انها تحب شخصه
بعد ما تعرف انه واقف جنبها. مين؟ زيزي؟ مالها زيزي؟ يعني فتحنا قلبها علشان نشوف جواها ايه؟ يا ما ناس الدنيا كلها بتحترمهم وهم مليانين عيوب ومحدش داري بيهم. ايه يا مدام؟ في ايه؟ بقالك ساعة قاعدة مقاقة عينك في دليل التليفونات، ايه النمرة اللي مدوخاكي ومطلعة عينك دي؟ ممققة؟ في حد يقول في الدنيا ممققة؟ امشي امشي. اهي نمرة بدور عليها، نفسي حد يدلني على عيلة البوهي. ايه البوهي؟ دي عيلة كبيرة قوي في بورسعيد. ايه ده؟ مش تعرفي حد منهم؟ طبعا نحمده بنت خالتي. ما شاء الله، نحمده بنت خالتك من عيلة البوهي؟ لا بس طول عمرها بتخدم عندهم. في بورسعيد؟ لا وهنا كمان، الاستاذ خالد ومراته لما جم جابوها معاهم. مين خالد ده؟ خالد البوهي ده سجنين قريب مننا. بنتي حسنيه انت متاكده؟ الا متاكده، انا كل يوم والتاني عندهم. الست مراته كريمه كهرب كل يوم والتاني مدياني حاجه. دي اول امبارح ادتني حته بلوزه تحفه جايباها من لندن. سيبك دلوقتي من لندن ومن البلوزه وجري على توحيده ولا نحمده دي بنت خالتك، واسالي بقى هناك عندهم يعرفوا واحد باسم مجدي البوهي ولا لا. مين مجدي البوهي ده؟ غوري من وشي. طيب بصي هخلص صينيه المكرونه عشان ما تقعديش تزعقي لي وتقولي ما عملتيش الاكل. سيب المكرونه انا هعملها بنفسي، بس اوعي تحرقيها زي كل مره. حاضر. الحمد لله يا رب الحمد لله، ده انا ما صدقت عثرت على اسم البوهي. ومن مين؟ من حسنيه. مساء الخير. مش معقول. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نورت النادي. ده انت اللي منور. ها عاملين ايه؟ الايس كريم بتاع النادي عجبكم؟ هو الايس كريم بس، ده النادي كله على بعضه حاجه ما فيش احلى من كده. والله ما كنا عارفين هنعمل ايه من غيرك. استغفر الله العظيم، ده من بعض ما عندكم. الولاد راحوا فين؟ تقريبا راحوا يلعبوا في المدينه. ما صدقوا يلاقوا حاجه يلعبوا فيها. عموما ان شاء الله اول ما انجح في انتخابات مجلس الشعب انا هفضل النادي، هغيره خالص، صوره شامله، حمام السباحه يبقى 5 نجوم، حديقه الاطفال دي بقى يعني والد يزن. حاجه كده فوق الخيال. الترا الترا اترا. طب مش توفر فلوسك يا اخويا؟ مش كفايه الفلوس اللي بتصرفها على اللعيبه والمدربين؟ شوفي يا مدام يسريه، انا بعتبر النادي ده زي بيتي بالظبط، يمكن اكتر كمان. المهم بس ربنا يكفينا شر حزب اعداء النجاح. انا نفسي ونيت عمري احقق ولو طبنا احلامي. ومين بقى حزب اعداء النجاح ده؟ مش عارفين. هقولهم لك. اولا محمود العزازي وحسين شلبي والدكتور فتوح وبقيت محو الشهر. الشهاده لله، انا قلبي اتقبض لما جم زارونا اول مره في البيت. حتى ساعتها قلت لمسعود، هو يعني مشائي بيه عمل ايه عشان يكرهوه بالشكل ده؟ العزازي خايف اكسبه في مجلس الشعب، وحسين شلبي خايف اخطف منه رئاسه النادي. هما كلهم كده خايفين يا مشائي بيه؟ ايوه. خايفين من الخساره، طمعانين في الكراسي، ما بيعملوش اي حاجه لاي حد. الهي وانت جاهي، يبعد عنك ولاد الحرام يا رب. ربنا يسمع منك يا مدام يسرية. على فكرة أنا حجزت لكم في المصيف بتاع النادي في مرسى مطروح عشان الولاد ينبسطوا. ليه بس التعب ده يا مشايبين؟ لا 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 ولا تعب ولا حاجة. المصيف على فكرة جميل خالص ومحدود. أعضاء النادي عشان يحجزوا فيه لازم واسطة. أنا عايز العيال بقى يلعبوا وينبسطوا ويلعلطوا كده فيه. ربنا ما يحرمناش منك يا مشاي بيه، والله احنا مش عارفين نشكرك على ايه ولا على ايه. لا شكر على واجب يا هانم. طيب انا هستأذن انا عشان عندي شغل كتير في الشركة، اشوفكم مرة تانية. سلام. سلام. الف سلام. الف سلام يا مشاي بيه. مع الف سلام. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا رب. والنبي تدعيل. بدعيلك والله على طول من قلبي. شكرا شكرا. وصديق بالسلامة يا اخويا. الف خلي بالك من روحك. سلام. جدع طيب وابن حلال، الحمد لله ان هو غش منك في امتحان البكالوريوس. انت
بتقول ايه يا اسرين؟ اه لو ما كانش غش منك ما كانش ادالنا الشقه ولا رجعنا النادي ولا خلانا نصيف في مرسى مطروح. على مالك يا اختي؟ على مالك ما تفرحيش قوي كده. انا دلوقتي بس عرفت هو ليه جدد لي الكرنيهات ورجعني النادي. يا مدرسة ناق يا مدرسة ناق يا مدرسة ناق. ايه يا بنتي عملتي ايه؟ كله تمام. لحقتي تروحي وتعرفي حاجه؟ امال ايه؟ طبعا ما اجيبها لحسنيه. برافو عليكي برافو. وريني ايه ده؟ مجدي محمد رأفت البوهي ومجدي عبد السميع البوهي؟ ايه ده انا مش فاهمه حاجه. هم دول الاتنين اللي اسمهم مجدي البوهي في العيله دي. طب وانا هعرف مين فيهم مجدي اللي انا عايزاه؟ بص يا ستي، مجدي عبد السميع البوهي ده كده في سن الاستاذ خالد البوهي. والاستاذ خالد ده عنده كام سنه؟ عنده 34 سنه. لا 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 ده مش في السن ده خالص. مجدي اللي بتكلم عنه في سن الاستاذ مشائي، يمكن يكون اصغر شويه. يبقى هو مجدي التاني ده بقى. انا ده اللي قدرت اوصل له بصراحه. مجدي محمد رأفت البوهي. وعليكم السلام ورحمة الله. أي خدمة؟ من فضلك هي الشقة اللي فوقيكم مقفولة كده على طول؟ لا، المفتاح مع سلامة السمسار. آه سلامة السمسار. طيب أصل أنا بصراحة كنت عايزة أأجر الشقة دي، وأنت عارفة أنا مش عايزة أدخل السماسرة بياخدوا الشيء الفلاني. الست صفية صاحبة الشقة مش موجودة دلوقتي، دي مسافرة وأهلها هم اللي بيأجروها. يا خسارة. طيب أنا أقدر ألاقيها فين الست صفية دي؟ طب ما تتفضلي تستريحي، يمكن نلاقي حد يوصلنا ليهم. اهلا وسهلا. اتفضلي حبيبتي. اهلا وسهلا يا معلم. انا اتفقت مع ناهد على دبلتين ومحبس. الاتفاق يبقى معايا انا. انا ابو ناهد. لازم تجيب شبكه وتكون شبكه محترمه. انت ايه فاكر ولاد الناس دي لعبه في ايديك؟ انت دبله فضه وهي دبله ذهب، وبعد كام يوم ترموهم في وش بعض. لازم شبكه محترمه. لا مش هيحصل يا حاج، مش هيحصل. وما انا جايب محبس ليه؟ جايب محبس عشان ربنا وفقنا. اه وبعدين اللي بيني وبين ناهد يا معلم اكبر من كده بكتير. انت ما فيش بينك وبين بنتي اي حاجه طالما ما جبتش الشبكه لغايه دلوقتي. لا في بقى بيني وبين ناهد حاجات كتير قوي. صح يا ناهد؟ يعني في بيني وبينها ان شاء الله دبلتين ومحبس. ما انا مش هربط مصيرها بيه. انا لو تقدم اي عريس جاهز هوافق عليه على طول. انت فاكر نفسك ايه؟ مش كفايه اللي احنا رضينا بيه وانت اكبر منها ب10 سنين؟ كلمي ناهد، كلمي قولي اي حاجه. ما انت عارف يا مجدي انا ما اقدرش اتكلم في وجود بابا. وجود بابا؟ كلمي ناهد، اعتبري بابا مش موجود. انا اساسا مش شايف له وجود في حياتي. كلمي ناهد، كلمي. انا هديلك مهله اسبوع تحضر فيها الشبكه اللي قلت لك عليها، والما حصلتش انت من سكه واحنا من سكه. ماشي يا ناهد. لما يصحى بابا بقى قولي له مجدي يعدي عليك وكان عايز يقول لك. اوعي تنسي النبي ناهد الله يخليكي. مش هوصيكي بقى، الراجل تعبان شويه بخور كده في مناخيره. كانت ما انت خالص خالصه. تنزل زيت واقفه جنبي. طب اسمعي، صالحه الشغاله اللي كانت بتيجي عندها بتيجي برضه عند السكان هنا في العماره، يمكن تكون عارفه حد من اهلها. ايوه وساعتها بقى ان شاء الله انا يعني هنأجر منها الشقه على طول. قولي يا رب. يا رب على الاقل نبقى جيران. عن اذنك يا حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مجدي ابني، كل املي في الدنيا ان انا افرح بيه قبل ما اموت. اهلا وسهلا بيكم. بعد اذنكم. ايه
ماله ابنك؟ اصله كان عنده نسايب، وتلاقي اللي ما يتسمى حماه عكنن عليه بكلمتين زي عوايده. عن اذنك يا حبيبتي اشوفه ماله وارجع لك على طول. لا 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 خليكي معاه، طيبي خاطره كده بكلمتين، وانا ان شاء الله هعدي عليكي بكره عشان اطمن على موضوع الشقه ده. ما عشناها